بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام إن شاء الله بإذن الله بيكون عن السناب شوت. البار الأيكون اللي تحت الميني ماب يا جماعة اسمها السناب شوت، ودي من اسمها كده بتحاول تاخد صورة من المشهد اللي أنت شايفه. يعني انت لو كليكيت عليها كده هتلاقيها انها واخده لك صوره من المشهد ده، بس طبعا عشان انا حاطط عليها مجموعه من الفلاتر فتلاقي ان القصه بقت كده اهو، يعني نفس المشهد اللي انا واقف عنده. الافاتار تبعي هيبتدي ياخد سكرين شوت من المشهد ده او ياخد صوره من المشهد ده. طيب البار ده بمنتهى البساطة فيه مجموعة من الحاجات، ممكن انت تطوي المشهد ده لو انت مش عايزه، الانترفيسز لو عايز تظهر اهو لما شلته شال لك الكاميرا كنترولز والاوجه الانترفيسز اللي هي يعني الكاميرا والحاجات دي، الهودز لو حطيتها ابتدي يثبتك ويشيل لك حركات ايدك، الفريز فريم لو انت كنت عايز تعمل فول سكرين اور انك ممكن تختار اوتو ريفرش، فبالتالي هيتغير كل شوية. لو انت عايز تطبق عليها مجموعة من الفلاتر زي مثلا فلتر ابيض واسود او مثلا حاجه زي سبوت لايت هيبقى مركز عليك انت وحاجات زي كده. يعني المهم بعد ما تطبق، بعد ما تخلص مجموعه الفلاتر تبعك وبعد ما تحس بان الامور تمام، ممكن بقى تعمل لها سيف تو ديسك عشان تحفظها كملف بي ان جي او جي بي جي مثلا، او لو قلنا بي ان جي ونعمل نبتدي سيف، نعمل سيف فابتدي يطلع لك الوزارد اللي هتحفظ بيه مثلا على سطح المكتب اهو. اعمل سيفنج وبكده بتكون الصورة عندي اهو، حتى بيديني زي حاجة صغيرة كده بان الصورة دان اوريدي، الامور تمام. الجانب التاني ممكن تنقي ريزوليوشن معين لو حضرتك كنت عايز تحفظها فيه مثلا، وهكذا. لو انا عملت كنسل معايا حاجة تانية اني ممكن احفظ على الانفنتوري، بس لما احفظ دايركتلي او اصدرها على الانفنتوري بياخد مني 10 لندن دولار، اللي هي بنفس الفكره بتاعت اني لو كان معايا كونتنت فابتدي اعمل له ابلود، يعني فالابلود برضه بياخد 10 لندن دولار على مين؟ على كل صوره. شير تو بروفايل فيد، طب احنا كنا اتكلمنا عن مساله البروفايل والفيدز دي، فلو انت عملت لها شير هتبتدي تظهر معاك في الفيدز تبعك، فبتدي الناس اللي هي ايه زي الفيدز بتاعت فيسبوك تظهر عندهم. شير تو فيسبوك وتويتر وفليكر وسند ماي ايميل، الكلام ده طبعا كلام سهل وبسيط. البار دايت بار من ضمن الحاجات الجميلة خالص، احيانا ممكن نستخدمه في حاجات مختلفة من ضمنها مثلا ان احنا نحاول نجيبه الافاتار بتاعنا من وجهة مختلفة. بالمناسبة انا ضغط على زرار الت من الكيبورد وبحاول الف الماوس تبعي، فبس ممكن اخد من السكرين شوت من الافاتار ديت هو واحطه كصوره للبروفايل تبعي، على اساس ان المساله تبقى ايه ديت الافاتار وديت شكلي، بحيث انا مش هغيره تاني. يعني ده الجانب اللي هو ممكن يكون هم بيعملوا ليه اساسا بروفايلز. يعني ده بالنسبه للسناب شوت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.